على مدار 3 عقود ويزيد، وهذه المديريات توصف بأنها سلة اليمن الغذائية، لكن لا تبدو كذلك، إذ لم تكن فترة سلطة الرئيس المخلوع إلا جالبة لكل هذه الأوجاع، وحولت مديرية التحيتة في محافظة الحديدة إلى مساحة واسعة من الفقر، كما صار أبناؤها يتوسلون السلطات الحاكمة والمنظمات الإنسانية لإنقاذهم. الصورة القادمة من هناك اليوم تكشف كم باتت الأوضاع صعبة، وتشهد تردي الحياة على مختلف الجوانب، بل ويطرق الجوع قلوب الأهالي الذين يناشدون العالم الالتفات إليهم، لكن لم يعد أحد يفضل النظر إلى هذه البقعة الجغرافية من العالم. كله اندحري وما بيش معنا فلوس نبقنا تآلج تأباني. لا أقسى من هذه الحالة التي يتقاسم فيها البشر والحيوان الجوع في لحظة لا يوجد من ينقذهم. حظيت المنطقة باهتمام إعلامي واسع، لكن لم يوفر كل ذلك كسرة خبز تسد حاجة العشرات من السكان. تحكي الصورة ما لم تلخصه الكلمات، إذ يعاني الأطفال من سوء التغذية، كما تستمر مئات الأسر في البحث عن لقمة عيش تسد جوعها وتمنع عنهم الموت المحقق لبضعة أيام أخرى لن يعيشوها بهناء. إنما أيام تلو أيام من الحرمان والبؤس وتقاسم الأمراض والأوبئة. نناشد المنظمات والمجتمعات والمنظمات الدولية والمحلية والتجار وأهل الخير بإسعاف هذول الأطفال البريئين بالغذاء. الكثير من الأسر فقدت عائلها، وأخرى فقدت أطفالها، فمعدلات الوفاة بسبب سوء التغذية كل يوم في ازدياد، ومستشفيات المحافظة باتت تعج بالمرضى الذين لم تعد تستطيع استقبال المزيد منهم، خصوصا في ظل تردي الخدمات الصحية واستمرار حرب الميليشيا.